المخيه. اختنا ام ايه من الامارات بتقول قرحه في المعده وارتجاع في المريء، بننصحها ان هي تمتنع عن المسبك والمقلي والحراق، وبنقول لها خدي يا ام ايه قطعه صبر في حجم الحمصه على الريق لمده اسبوع مع كوبايه ميه، بفضل الله تتحسني، ويا ريت بالليل لما تيجي تاكلي ما تشبعيش وتاكلي العشاء بدري علشان اما تنامي ما يحصلش الارتجاع اثناء النوم انه بيكون خطير جدا.